السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنا هذه أوبل سوينغ 4 سلندر 4 سلندر، طيب مش نحوها الكربتير، الكربتير ما فيه شيء مش نحوه، يعني فيه التيج هذايا بتاع الكسياتير نجبدو يتنحى، فما الخيط هذايا بتاع الستارتير أوتوماتيك، فما الخيط هذايا بتاع الانجكتير هذا كيف كيف باش نحوه باش مكانو، وفما الخيط هذايا بتاع الكسياتير. وزوز بولونات اللي هما هذوم، زوز بولونات هذوم، هذوما فيه، استغفر الله، هذوم، زوز بولونات هذوما، زوز كروات هذوما، هاتوهم، زوز كروات هذوما، اللي هما شادين، باش نحوهم، كاو، طبعا الديريتات نتاع ليسونس اللي هما لازم يتنحو، فما اللي بالأغراف وهكا كيما هكا، وفما اللي بالتورنيفيس، زوز بولونات هذوما. تو شفتوا كاين احيانا الواحد فما البارتشوان هذا اللي يعملوا فيه راه هو يزيد يعكر حاله الكرباتير، لان يولي هنا اسمه الفيس دير ما عادش يتنفس نتاعها، في بالهم يعني هاونا يزيدوا يحسنوا، هما لا يزيدوا يطينوه. هذا راهو الجوان هذا يركب ليش بارتشوان بلاش كول، يركب عادي وحده، خاطر كي تزيدوا الكول يسكر المجاري نتاع الهواء نتاع الكرباتير من اللطف. هو باش نبعملنا احنا مكان باش ننظفوه، شو اللي يهمنا في الامر باش ننظفوه؟ مش لازم نحلوه كله، اللي يهمنا في الامر هي هذايا السيرتير اوتوماتيك، هذايا اللي يهمنا في الامر كله، ما عندناش حتى الباقي كله ما عنده حتى دخل، من غير ما تقعد تحل الانجكتير وتحل الدنيا كلها، هذا اللي يهمك فقط، هذا تنجم تحيه حتى وراكب اذا كنت تحب تنحيه، هذا اللي يهمنا في الموضوع فقط لا غير. إذا كان تحل النص البوكاني احتمال يتقطع الجوان نتاعو وتقعد واحد فيه ما تلقاش جوان، فلهذا نحي هذه تنظف هذه فقط وترجع، هذه تبان الجوان هذه شفتوه هنا، هذيك الأوساخ اللي موجودة هذيك تكون سبب في ما يكون الرونتي مش شاد. نجيبوا شوية بنزينة ونحط فيه وننظفوه، ننظفوه كل فرد مرة في البنزين، نجيب عندك فوشة يا عمر، ننظفوه هذا كله هكا، ننظفوه هذا بالأخص هذا هو اللي بيه الفايدة، هذا هو اللي هو عنده علاقة بالرونتي، هذا ننظفوه، وهذا حتى نشلوه في وسط ليسونس هكا شوي شوي ما يكفي ما يعمل شيء، شوي شوي في وسط البنزينة هكا، يعني حتى تنظيف عادي ما فيش حتى شيء، ما يقلقش، يعني من غير ما تقعد تفك فيه وتقعد تمرش في روحك وتقعد يعني ممكن تقطع لك الجوان ولا حاجة تخسر وتقعد واحد، والانجكتير هذا كيف فيه جوان كلها بالجوانات كلها بال. ولهذا نظف هذه الدخلاني نتاع هذايا نتاع بلاص السيرتير اوتوماتيك هذيك تنظفها، شفتوا الكحولية هذيك لازم تنظفها لين تولي بيضاء هنا لداخل تخرج صبعك هكاكا حاجة هاون، لأن هذيك خاطر عندها علاقة بالمحرك يخدم وقت هو واقف وقت السيارة واقفة، والصباح باش السيرتير اوتوماتيك يخدم الصباح لأن يتنفس من هنا نكملوا نظفوا هذا كل اللي هو مكانه وكذا شوي شوي وكهو، ما فيش داعي باش نفركوه من بعض، شوي شوي هكاك بالفوشه نتبعوه نظفوه وكهو من غير ما نفركوه، اللي بيه الفايده هذيك فركناها اللي هي نتاع ريغيلاتير ديرونتي او ستارتير اوتوماتيك، الحساس هذاك فقط، الحساس اللي يركب هنا فقط هذا اللي يهمنا.
حسن توا بعد ما نظفنا الحساسه هذه نتاع ال رانتي هذا يسموه كاب اسمه ريجليتر دي رانتي باش نرجعو يما رد بالنا نخلو هذه اللوطه اللي هي الفيشه ونركبوا له الجوا نتاعو ونرجعوه في بلاصته. أو هذه تو باش نرجعو نركبوها نظفو بلاصتها ونركبوها. أو هنا رجعنا كل شيء سكرنا ونظفنا الحساس ونظفنا شوية من برا ورجعنا الخوت والجعب نتاع الإسانس كل شيء وباش نجربو نخدموها. كملنا وباش نخدمو ونشوفو شنو الأحوال. هانشوف فيها تو ما شاء الله ركحت. ما فيها شيء ما نشوف فيها تو ما شاء الله ركحت ما فيها شيء فيها شيء ما نشوف فيها تو ما شاء الله ركحت ما فيها شيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.